كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أنه يستبعد اعتزال عظام الحضري حارس التعاون السعودي بعد المشاركة في مونديال روسيا. وقال ناجي أنه لا يجامل أي حارس وخاصة الحضري الذي يعرفه منذ سنوات طويلة، ولهذا يؤكد أن الأخير قادر على العطاء لمدة عامين قادمين على الأقل. أوضح ناجي أن الحالة البدنية والفنية وإصرار الحضري تجعله يستبعد اعتزاله، لكن في النهاية القرار للحارس نفسه.